تجارب حياتية لعدد من الأشخاص الذين عانوا من الفقدان، سواء كان الفقدان متعلق بالأشخاص أو بالمال أو بالمرض والإعاقة أو حتى بالطلاق. كتير حلو إنه إحنا نورجي للشباب إنه هالشخصية القوية والصامدة والواقفة واللي عم بتحاول تجترح الأعمال الجيدة وتوصل للقمم، بما إني أنا رح أطلع على أفرست، هي فيها نوع من أنواع النهوض بعد الفقد. يعني بقولهم إني أنا رح أتسلق قمة أفرست إن شاء الله تعالى، وأنا عندي حالة يعني مصنفة في حالة إعاقة بسبب القصر اللي موجود عندي برجلي. مريت بظروف كتير صعبة بحياتي، سواء كانت بالإصابات أو بالمرض، وكيف كل مرة كنت دائما أظني مؤمنة إنه في عندي رسالة لازم أوصلها. كل ذلك عرض في ورشة تدريبية أقامتها مبادرة ريزيليانس، وهي مبادرة تعنى بالأشخاص الذين تمكنوا من النهوض بعد الفقدان. التجربة الخاصة إنه أنا نزلت في لوسز إنه مادي، وإنه كيف قدرت إنه عن طريق اللوسز المادية إنه أرجع مرة تانية to build myself again. والمسج اللي كنت بدي أوصلها إنه مش لازم المرأة إنها تكون معتمدة على أبوها أو على زوج أو على قريب أو على أي شيء أو على جمال عشان تكون ناجحة. المرأة ممكن تكون ناجحة حتى لو هي divorced، حتى لو هي مسؤولة، وتقدر تعمل فلوسها حتى لو ابتدت من الصفر. هاي كانت المسج اللي أنا كنت بدي أوصلها لكل الستات. خلال هذه الورشة تحدث عدد من الذين استطاعوا تخطي معاناتهم الشخصية والاستمرار في حياتهم الطبيعية، بل والنجاح بها بعد معاناة وعراقيل عديدة تعرضوا لها. صراحة ناقشنا هي محور واحد بيتفرع هذا المحور لأكثر من محور. ناقشنا موضوع النهضة بعد الفقدان. الفقدان دائما بيتدرج على أكثر من نوع، عندك مرض، عندك موت، عندك إعاقة، عندك إفلاس، هذا كلياتها نحن حاورناها. اللي كنا بدنا نوصله للعالم إنه شو ما كان الفقدان في حياتك، شو ما عانيت في حياتك، في لسه نعم حواليك، الله معطيك إياها، الدنيا ما سكرت في وجهك. النعم هاي حلو انك انت تعدها وتحصيها وانت صحيح وانت ما في عندك اي لص في حياتك. المشاركون الذين كانوا من فئات عمرية مختلفة اكدوا على استفادتهم من هذه الورشة، وانهم استلهموا افكارا من خلال الجلسات تفيدهم في حياتهم وتساعدهم على حل الامور العالقة فيها. حضرت السيشن قبل هيك وجيت على هاي السيشن عشان اتطوع، عشان اساعد باي طريقة، لانها كتير غيرت لي حياتي بطريقة ايجابية. لان دائما الواحد ما بفكر بالاشياء الإيجابية بحياته، دائما بطلع على الأشياء السيئة بحياته أكثر من الإيجابية، ما بطلع على الكاسة المليانة، بطلع على الكاسة الفاضية. فسيشن كتير مميزة، بتمنى تتكرر ببلادنا العربية وما تكون عن طريق أفراد، تكون عن طريق جمعيات يدعموا هاي المواضيع. هاي السيشن اليوم كانت جدا رائعة، وبتخيل إنه في المجتمعات العربية الواحد لازم يكون متصالح مع ذاته، لأنه بالتصالح مع ذاته بقدر يعتمد على نفسه وينهض من أي مشكلة بحياته. المجتمعات العربية دائما نعتمد على أفراد وعلى عائلات على عادات على تقاليد عشان تنهض فينا، بالوقت اللي ممكن هاي العادات ممكن ما تكون مناسبة لحاجاتي أنا أو لظروف اللي بمرق فيها. فكتير مهم نشتغل على الفرد نفسه إنه يكون متصالح مع ذاته ويقدر ينهض بأي مشكلة بتصير معه، لأنه ما في حدا معرض من ما يتعرض لأي مشكلة بحياته. مبادرة ريزيليانس أو مبادرة النهوض بعد الفقدان هي مبادرة أطلقها داني الطويل في كل من عمان وبيروت بعد معاناة شخصية تعرض لها تمثلت بفقده لزوجته، ويأمل الطويل بأن تتوسع المبادرة لتصبح على مستوى الوطن العربي. لبرنامج دنيا يا دنيا، إلين يوسف.